اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من برنامجكم نسولوا الناس. سؤال اليوم ولا موضوع اليوم متعلق بالاساتذه المتدربين اللي تعرضوا لهذه الاسبوع خلال هذا الاسبوع تقريبا كامل في مدن مغربيه وخصوصا في مدينه الدار البيضاء للاعتداءات من طرف السلطات الامنيه ولا القوات المساعده. غادي نخرجوا للشارع ونسولوا بعض المواطنين المغاربه شنو الراي ديالهم في هذا الشيء اللي وقع للاساتذه المتدربين. نشاهدوا جميعا شنو غايقولوا ونرجعوا لكم. اي واحد كيوصل لاي خدمه يعني كيكون قرا كيكون قرا يعني الاساتذه هما اللي قراو يعني ما يمكنش اي بحال هذوك اللي كيضربوهم. الاكثريه فيهم ما عندهم واحد ما عندهمش واحد التعليم الكبير. الاكثريه فيهم يلا خارج من الابتدائي ولا التسعه اعداد يعني ماشي ما يمكنش يجيو يبداو يضربوا في الاساتذه اللي قراوهم. لذلك انا كنعلم التضامن ديالي مع هاد الاساتذه وكنقول الله يكون في عوانكم وان شاء الله غادي الحق ان شاء الله غادي ينتصر وما يخافوش ويكملوا في المسيره ديالهم مهما وقع اي حاجه وقعت راه ما عندهم علاش يخافوا ان شاء الله راه الله غيوقف معاهم. اختي اش غادي نقول لك حشومه داكشي اللي داروا لهم تكرفصوا عليهم بزاف ما كانوش يديروا لهم داكشي وكنطلبوا الله يهديهم هادشي اللي كاين هادشي اللي غنقول لك اختي الله يهديهم. ايوا اكيد هذاكشي ديال الحقوق الانسان يعني ما كاينش. ايوا قانون الانسان ما كاينش والحقوق ديالو هذا هو اللي ناقص هاد يعني هاد الاساتذه زعما حرام عليهم ما خصهمش يديروا لهم بحال هكا زعما خصهم باش يخليهم في قرايتهم في خدمتهم يكملوا بحال اللي كانوا في الاول. حرام عليهم ما كانش خصهم باش يضربوهم بحال هكا وتكرفسوا عليهم وداكشي. هادشي اللي كان انا بنت وكنحس بالبنات بحالي بصراحه ما عجبناش الحال هادشي اللي وقع لهم. كتشوفي الناس كيتعنفوا قدامك اساتذه كي بلاص اللي غادي يعطيهم فرصه فاش يخدموا يعطيهم فرصه يعلموا الابناء ديالهم كتشوف فيهم كيتضربوا العنف بزاف ديال الحوايج وقع بزاف ديال الحوايج وقعوا ما عجبناش الحال صراحه. والله ياخذ الحق في هذا السباب وحنا راه كلشي المجتمع عارف شكون السبب في هذا الشيء. الله ياخذ الحق في هذا اللي داروا لهم هذه المصائب صراحه. تسر حيتكم ما داروش بالك ما يوصلوش لذاك الشيء كامل شو غادي نقول لك. هما شي عارفوا شنو شي داير الله يكمل عليهم وصافي الله يدير لهم شي وانت الخير. انا ضد صراحه حيت هما داروا معاهم وقيله داروا معاهم توظيف من بعد التكوين هما تكرفصوا صراحه. هذاك الشيء ما كانش خصو يكون في الحقيقه كان يكون حل شي المحسن من هذاك ولا يفسحوا حوار مباشر مع واحد مسؤول كبير ولا لان حتى هما اخوتنا ماشي برانيين. لا ما كانش ولد خالتي يكون ولد عمتك انت يكون ولد خالتي اذا غتاثر واحد العائله على فرد واحد. وانا من الاحسن كان حل سلمي بالنسبه لي انا انهم على حساب الحقوق ديالهم اللي طالبوا بهم. ربما حتى كان الطريقه باش تعاملت معهم السلطات كان شويه بالعنف وفاتت على الحد ديالها. إذا مشاهدينا الكرام وصلنا لنهاية حلقة برنامجكم نسولوا الناس. سؤال اليوم ولا موضوع اليوم متعلق بالأساتذة المتدربين وهذا الشيء اللي وقع ليهم من عنف اللي تعرضوا ليه من طرف القوات المساعدة خلال هذا الأسبوع. وسمونا المواطنين المغاربة والآراء ديالهم كانت متقاربة حول هذا الشيء اللي طرى ليهم والكل أكد على أن خاص يكون واحد الحوار سلمي بينهم وبين السلطات أو بينهم وبين المسؤولين باش ما يتكررش هذا الشيء. إلى هنا مشاهدينا كانت حلقتنا كنودعكم على أمل نلقاكم في حلقة مقبلة مع سؤال جديد وموضوع جديد.